اتفضلي مدام. لحظة بس بدي اصور سيلفي. لا بس للتاريخ اللقطة. هنحرك عادي الوقت، عايز تجيب عربية حرك عادي. هلو هلو حبيبي، ربنا يخليك. طبعا يعني شايفين انا وامول بمصر بالقاهرة. لحقني على القاهرة. بس اللي كانت ما بتعرفه اوكي انه انا محضر لها الحنطور. حصلك حنتحنطر. موافقة نتحنطر؟ يعني ما تركت لي الخيار صراحة، بس يلا اكسبيرينس حلوة. الشمس اليوم بدنا نعمل بغونزاج. الله رب نعمل ايه؟ تفضلي. يلا وين بدك نروح؟ مش انت عازمني على اساس؟ من وين بتحبي ندور؟ انت تاخذني. طب خلص خلي السايس ياخذنا مطرح. شو حلو. يعني طالعين بالمرازيح؟ يلا حاسه حالي طفل. طالعه بالحنطور قبل المرة؟ كنت صغيرة في تونس. بس كنت صغيرة، كنا فاكونس. ليكي خلينا بما انه بمصر، شو اللي بتحبيه بمصر اول شيء؟ شوف هي مصر عندها شيء خاص فيها، يعني عندها روح خاصة فيها. الشعب المصري شعب طيب، الأمبيونس الموجودة، خفة الدم، يعني كلها على بعضها حلوة.